السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي نحول صيغ ملفات الصوت المختلفة بالويب من غير ما نحمل أي برامج. مثلا بسجل عن طريق التليفون، بيسجل بامتداد M4A، عاوز أحوله MP3. بنفتح الموقع ده cloudconvert.com، تمام. بنعمل سيلكت للفايل، في اختيار كتير إن أنا أحمله من على الكمبيوتر أو من عن طريق رابط على النت أو من عن طريق جوجل درايف، دروب بوكس، وان درايف. طيب هنحمله من على الجهاز. هذا الملف هو M4A، سجلته بالتليفون، تمام كده. هو بيبدأ ان هو يترافع اهو. هنقول له convert to، في عندي كذا اختيار ان انا احول، عاوز احول MP3 ولا ويف ولا WMA، في عندي اختيارات كتير. بعد كده بقول له convert، كده بيعمل له ابلودنج، بيرفع الملف على الموقع بعد كده بيحوله. كل دي اختيارات كتير. انا عايز اد مور فايلز، عايز اضيف ملفات تانية ان هو يحولها، تمام. بعد ما احوله MP3 بقدر ان انا اضيفه على برامج المونتاج عشان احط الصوت على الفيديو اللي انا سجلته. ده من غير برامج، من غير ما احمل اي برامج، استخدام مجاني، موقع سريع وموقع جميل جدا وممتاز. شوفوا الفيديو التاني ان شاء الله في رعاية الله. مع السلامة.